بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الذكاء الاصطناعي و لو سمحت يا دوك، لو سمحت يا دوك، لا مؤاخذة، أنا سمعت حاجة خربطتني في موضوع الذكاء الاصطناعي ده. ليه اتفضل. الذكاء الاصطناعي هيتعلم؟ كيف يعني الذكاء هيتعلم؟ الفكرة كلها ان بيبقى الذكاء الاصطناعي بيبقى معتمد على حاجة اسمها الداتا سيت، مجموعة البيانات، هي دي المحور. بنجمع مجموعة بيانات كبيرة جدا جدا في شيء صغير محدد عشان نبدا ندخله لبرنامج. البرنامج ده بنسميه برنامج الذكاء الاصطناعي. كل ما يخش له حته ديتا يبدا يتعلم منها، حته بيانات يتعلم منها. ناخد مثال عشان نبقى واضحين، مثلا وليكن انا عايز البرنامج الذكاء الاصطناعي يتعرف هل في صوت كلب في الصوت ده ولا لا، بس هو عايز يعرف في صوت كلب ولا لا. عشان كده لازم اقوم مجمع بقى الاف ويمكن ملايين من ملفات الاصوات اللي فيها صوت كلب مع اصوات اخرى وبتاع، وابدا ادخلها للايه، لبرنامج الذكاء الاصطناعي. يبدا ياخد اول ايه، اول ملف صوت، يبدا يطلع شويه فيتشر، بيكستراكت فيتشر، فيتشرز يعني بيقدر يخرج شويه مواصفات تخص الايه، الصوت. فيبدا يطلع مثلا الفيتشرز، يقول لك والله انا طلعت مليون فيتشر مثلا عشان اعرف ان ده صوت كلب. بعد كده يدخل له حته الصوت الثانيه، فيلاقي بس 500000 مثلا فيتشر زي ال 500000 اللي فاتوا، فيقول لك اه هم دول ال 500000 اللي بيحددوا صوت الكلب. بعد كده تدخل له واحده ثالثه، يقول لك لا لا ده في حاجات مش متشابهه، ده وصلنا ل 200000، وصلنا لغايه لما يلاقي مثلا في 50000 خاصيه، صوت عالي، صوت تخين، صوت مش عارف ايه، صوت 50000 مثلا او 20000 او كده، هم دول بس اللي بيحددوا اذا كان ده صوت كلب ولا لا. وبالتالي يبدا يتعرف بعد كده ويبدا ياخد قرار، يقول لك الصوت ده فيه كلب ولا ما فيش كلب، فاي صوت هو يقابله. وبالتالي بتشوف ان هو ايه، ذكي ويتعلم من الانماط والاصوات الموجوده. يا بي، بيانات بالالاف والملايين لحاجه صغيره خالص. اه طبعا، كل ما كانت الداتا ست كبيرة ضخمة جدا، كل ما كان البرنامج بتاع الذكاء الاصطناعي بتاعتك اكبر دقة او اكثر دقة. يعني ايه التعب ده؟ هو الذكاء الاصطناعي ده هو اللي هيعلمني ولا انا اللي هعلمه؟ هي المشرحه نقصه جوته له. هي مش كده يعني، هو ايه، بص، هو الارتفيشال انتليجنس ليه فيزز، ليه مراحل، هم 7 مراحل اساسيه يعني الفيزز بتوع الذكاء الاصطناعي، فمش هقدر اشرحهم كلهم. لكن هم التريننج فيز والتستنج فيز فاليديشن فيز ديبلويمنت فيز اوبريشن فيز، اوبريشن دي اللي هي اليوزج الاستخدام، والمونيتورنج فيز والمينتنس فيز. خلينا قلنا التريننج ازاي بندربه، ودي بيبقى مرحلة هو بيتعلم فيها. المرحلة الأخيرة بعد ما يبقى اتعلم كويس وجاب لك دقة كويسة، بنروح على يعني بدون باختصار بنروح على الاوبريشن فيز. في الاوبريشن فيز بقى بسأله، بقى ببعت له أي صوت، يقول لي اه والله في صوت كلب في الوقت الفلاني، أو ما فيش، على طول ما بقاش بقى محتاج إن أنا إيه أعلمه، هو خلاص بقى متعلم. ايوه، فهمت. يعني زي الحمار إزاي يعني؟ يا دوك، شغل مخك. اي حد حدانه عند حماره لسه شاريه بيقعد يعلمها الطريق، الغيط للبيت، للغيط للبيت، تروح تروح الغيط، يرمس ويعاود البيت كتير كتير كتير. بعد ما تتعلم، اول ما ترمس عليها تروح على البيت رمح وحديها، وتسكب كمان من غير حتى ما توريها طريق. ايوه زي الحمار.